بألمانيا تتواصل فعالية أسبوع المغرب الذي يتميز بتنظيم العديد من التظاهرات والأنشطة التواصلية مع أفراد الجالية المغربية المقيمة هناك. هدف هذه التظاهرة إبراز الخصوصيات المغربية حضارة وثقافة. دوسلدورف ثاني محطة للأسبوع المغربي بألمانيا. من هناك مراسلة لحسن طباعي وعبد الرحيم فيلول. خلال هذا اللقاء تم التأكيد على أهمية العلاقات العريقة بين المغرب وألمانيا، والتي تعرف اليوم ديناميكية جديدة في العديد من القطاعات بالنظر إلى المخططات القطاعية التي اعتمدها المغرب والأوراش الاقتصادية التي فتحها والتي تشكل أرضية ملائمة للاستثمار المشترك. العلاقات المغربية الألمانية متينة وقوية، والجالية المغربية هي الثانية من حيث العدد بعد الجالية اليابانية، وأسبوع المغرب يعد من أقوى الأسابيع الذي تنظمه دولة خارج المحيط الأوروبي. كاين بعض القطاعات اللي هما مهمين ومهمين جدا بالنسبة للمغرب وبالنسبة للصادرات المغرب، بحال قطاع السيارات، وكما كتعرفوا الاقتصاد الألماني مركز خصوصا على هذا القطاع ديال السيارات. دونك بغينا نرفعوا من المستوى ديال التبادلات بين المغرب والألمان في هذه القطاعات بحال ديال السيارات وديال الطاقات المتجددة. الغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة ترى في المغرب القطر العربي المميز في الاستثمار بالقارة الإفريقية. العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا والمملكة المغربية علاقات نموذجية، علاقات تشهد التطور. هناك المئات من الشركات الألمانية التي تعمل في المملكة المغربية. جلسة ثانية لمست التعاون المغربي الألماني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، فهناك توجهات مشتركة للارتقاء بمستوى التعاون والذي يطال مجال التكوين، حيث تم التوقيع على بروتوكول تعاون بين جامعة مولي إسماعيل بمكناس ومركز العلوم التطبيقية لجامعة أخن. لقاء آخر احتضنته بلدية دوسلدورف ويخص الكفاءات المغربية المقيمة بألمانيا، والتي تلعب دورا كبيرا في تعزيز العلاقات بين البلدين وتراهن على الاندماج بشكل جيد في المجتمع الألماني. هناك كفاءات كثيرة جدا، وخاصة أنها في مجالات مختلفة ومتنوعة، وفي مجالات اللي المغرب محتاجها بزاف، كالطاقة المتجددة، كالاقتصاد الأخضر إلى غير ذلك من المجالات اللي المغرب محتاجها. وعدنا الحمد لله المغاربة وأكثر من هالشي باغيين يعاونوا المغرب. بالنسبة لي أنا كجالية مغربية في دوسلدورف، نعمل على التعريف بالمغرب لدى الألمان الذين أصبحوا يقبلون على زيارته من أجل البحث عن فرص الشراكة والاستثمار في الصناعة والسياحة، خاصة أن المغرب يعرف في أوروبا ببلد الأمن والاستقرار. حضور مغربي فاعل في ألمانيا، خاصة في مدينة دوسلدورف، مدينة الفن والثقافة والصناعة والبحث العلمي، مما يفتح آفاقا واعدة لعلاقات التعاون والشراكة والاستثمار بين البلدين. عبد الرحيم فيلول، حسن طباعي للأولى، دوسلدورف.